بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، وأصلي وأسلم على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. جمهور مؤسسة منبر الأقصى الدولية، أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستضيف في هذا اللقاء الذي يشاركه أناس من مختلف دول العالم هذه الجلسة الطيبة في سويعة من الزمن مع فضيلة الشيخ مولانا محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي. وقبل أن أحيل له الكلمة، أحيل الميكروفون لفضيلة الشيخ العالم العامل الشيخ أحمد العمري في كلمة ترحيبية موجزة، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي، مع قدوم شهر رمضان المبارك، شهر الخير، شهر القرآن، شهر العطاء، شهر البركات، شهر تفريج الكروبات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث عن القدس والأقصى قبلة المسلمين الأولى حديث ذو شجون، خاصة إذا ما اعتبرنا أن لكل شعب ولكل بلد قد يكون هناك من الحكام والأمراء والعلماء من تولوا رعاية شعوبهم والعناية بأوطانهم، فإن أهل القدس الشرف الكبير لهم أن الأمة، كل الأمة التي وصفها الله تبارك وتعالى بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ووصفها الله تبارك وتعالى بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيها الإخوة الكرام، السادة العلماء، يا أهل الرباط في القدس الشريف، يا أهل القدس من المرابطين والمرابطات جميعا، اعلموا أن الأمة معكم. هذه الأمة التي شرفها الله تبارك وتعالى بخيرة علمائها الذين هم ورثة الأنبياء، ونحن اليوم في هذه الساعة المباركة وفي هذه اللحظات الطيبة نستثمر وجود عالم من كبار علمائنا، من علماء الاتحاد العالمي، العلماء المسلمين، من العلماء الذين نذروا أنفسهم خدمة لكتاب الله تبارك وتعالى، وخدمة للسنة النبوية المطهرة، وخدمة لهذه الأمة الطيبة، وخدمة على وجه الخصوص لقضايا المسلمين، وبالتخصيص لقضية القدس والأقصى المبارك. عنيت به فضيلة العلامة شيخ عصرنا الإمام الشيخ محمد الحسن الددو، حياكم الله وبارك الله فيكم وفي جهدكم وجهادكم. حتى لا أطيل عليكم إخوة العقيدة والإيمان، يحدثنا عن واجب الأمة خاصة في هذه الأيام لجهة أهل القدس والأقصى وكل فلسطين، فليتفضل شيخنا المبارك مأجوراً مشكوراً وعلى بركة الله. بارك الله فيك الشيخ أحمد العمري، تفضل شيخنا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما سمعت فضيلة شيخنا الشيخ أحمد العمري
يتحدث ظننت أنه يتحدث عن نفسه، فأنا لست بهذا الوصف الذي وصف، وأنا دون ذلك بكثير، ولكن حسن ظنه بإخوانه جعله يقول هذا الكلام فلا تغتروا به. إن المسجد الأقصى مكان مقدس، قدسه الله سبحانه وتعالى وجعل فيه البركة وجعل ما حوله مباركا كذلك تبعا له، وأهدى الله سبحانه وتعالى هذه الأرض المباركة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله وارثا لإبراهيم وموسى وعيسى ولكل أنبياء الله. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أولى بهؤلاء الرسل جميعا ممن سواه، فقال سبحانه وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لليهودي: نحن أولى بموسى منكم. هذا المسجد الأقصى جعله الله قبلة لرسوله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا في أول هجرته، ثم بعد ذلك قبل ذلك سرى به إليه وجمع له الأنبياء فيه فأمهم، ومنه عقد له المعراج إلى السماء، فهو مقابل لأبواب السماوات، ورجع من السماء كذلك إلى المسجد الأقصى، ثم منه كر راجعا إلى المسجد الحرام، فكان ذلك ارتباطا وثيقا بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هو ارتباط منه إلى كما قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث قبل فتحه، فأمرنا بالرباط فيه وبيّن أنه خير مهاجر يكون لنا، وبيّن أن من استطاع أن يصل إليه فليصل، وأن صلاة فيه خير من 500 صلاة فيما سواه من المساجد وما عدا المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيّن كذلك أن من لا يستطيع الوصول إليه فليصل إليه بزيت لإسراجه، وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنه أرض رباط إلى يوم القيامة، وكثير من الأحاديث التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وفي أرض الشام المباركة كله كانت قبل الفتح، كل ذلك كان قبل فتحها، ولكننا موقنون بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جازمون بأن ما قال حق، ففتح الله سبحانه وتعالى هذه الأرض في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء واستلم مفاتيح القدس فلم يرق فيه دماء، واحترم لأهله وسكانه ما كانوا عليه من ديانتهم، فأقرت كنائسهم، وكان السكان إذاك في أغلبهم نصارى ولم يكن فيه يهود، فكان هذا المسجد مأمنا لهم ومكانا ينالون فيه حقوق المواطنة كاملة، لا يخافون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أراضهم، وهم سكان مستحقون لما يملكون من الأرض والمزارع وغير ذلك من التجارات والأموال. وهذه المدينة المباركة شرفها الله بهذا المسجد المبارك، وكان بناؤه بعد المسجد الحرام 40 سنة بناه إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك أسس عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجامعة العمرية فيه، وبعد ذلك بنى عبد الملك وابنه الوليد قبة الصخرة والجامع المرواني أو المسجد المرواني، وهو نسبة إلى آل مروان عبد الملك وابنه الوليد. وهذا المسجد الأقصى لدى المسلمين هو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وهو آية من كتاب الله تقرأ إلى أن يرفع الله هذا القرآن، وهو الآية الأولى من سورة الإسراء، بل السورة كلها مرتبطة به، فقد ذكر في أولها ما يتعلق بإفساد اليهود، وذكر في آخرها أيضا حشرهم إلى تلك الأرض. وهذا المسجد قد نكب فيه المسلمون باحتلاله من قبل الصليبيين قرابة قرن، ووفق الله صلاح الدين الأيوبي لتحريره وتطهيره وإعادته للمسلمين.
ويوم دخله الصليبيون أراقوا الدماء وقتلوا أهل الأقصى وأهل المدينة كلهم بمن فيهم النصارى وتضرر بمجيئهم الجميع. ولما دخله المسلمون مع صلاح الدين الأيوبي لم يقتل أحد ولم يرق دم بالمدينة المقدسة، واحترم لأهلها خصوصياتهم وأملاكهم ودياناتهم. وهذا المسجد الآن تحت الاحتلال منذ مدة طويلة، والمسلمون ينظرون إليه بلهف وشوق، وقد أوجب الله عليهم تحرير الأقصى، تحرير الأسرى، وأكبر أسير اليوم على وجه الأرض هو المسجد الأقصى. فيجب على المسلمين أن يبذلوا كل جهودهم من أجل تحريره، وأن يكون ذلك أولوية لدى كل فرد منهم، ولا بد أن يكون لذلك جزء من وقت الإنسان ومن ماله ومن لسانه ومن فعله، وأن يكون وصية يتركها في ذريته وعقبه من بعده. لا بد أن يهتم المسلمون جميعا بتحرير المسجد الأقصى وإعادته إلى سلطان الله سبحانه وتعالى وإلى شريعة الله سبحانه وتعالى. أهل المسجد الأقصى والمرابطون فيه من أهل مدينة القدس يقومون بحمايته والدفاع عنه بأرواحهم، ويبذلون الغالية والنفيسة من أجل الحفاظ عليه، فكان لهم حق كبير على الأمة هو مثل حق المسجد الأقصى، كما أن المسجد الأقصى له حق في وقت الناس وفي مالهم وفي جهدهم وفي ألسنتهم وفي تفكيرهم وفي خططهم، ويجب أن يكون ذلك أولوية لديهم في كل عمل إسلامي يقومون به. فكذلك أيضا أهل هذه المدينة الذين هم خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى، وكذلك المدن المجاورة لها من أرض فلسطين المباركة، فإنهم يبذلون أرواحهم وأموالهم وأهليهم وديارهم، وتهدم ديارهم وتجرف مزارعهم، وهم يحمون المسجد الأقصى بذلك ويدافعون عنه. ولذلك ما يقدمه لهم العالم الإسلامي لو قدم لهم شيئا فليس لأحد منة فيه، وهؤلاء لا يساعدون، وإنما نقدم لهم واجباتنا، فنحن يجب علينا أن نفعل مثل ما يفعلون، وهي فريضة علينا جميعا، وليسوا أحق بحماية المقدسات منا، ولكن الله شرفهم بأن قواهم على ذلك في حال ضعف كثير ممن سواهم. كثير من الذين يملكون الطائرات والدبابات والجيوش الجرارة والأموال الهائلة الطائلة لم يشرفهم الله بحماية المسجد الأقصى، بل خذلهم وسلطهم على أنفسهم فكانوا من المتخاذلين الساقطين. وشرف هؤلاء المرابطين والمرابطات كثير منهم من كبار السن أو الشباب الصغار ومن الضعفة ومن البقراء الذين لا يملكون قوت يومهم، شرفهم الله سبحانه وتعالى بأن جعلهم رأس الحربة في الأمة الإسلامية وخط دفاعها الأول، وجعلهم حماة المسجد الأقصى وعمار العاملين له، فهم يعمرونه بالصلاة والقرآن والذكر، ويفتحون أبوابه ويحمونه حتى لو وضعت عليها الكاميرات يحاولون إزالتها، لو وضعت عليها الأبواب الإلكترونية يحاولون إزالتها، لو أغلقت مدة طويلة كباب الرحمة أو غير ذلك من الأبواب بذلوا حتى يفتحوه، وهذا ما فعلوا وضحوا من أجله فنجحوا ولله الحمد. واليوم أولوية المسلمين الأولى ذروة سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله، وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بايع الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على هذا الجهاد، فقال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.
قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة لا ينقضه جور جائر ولا عدل عادل. وهذا الجهاد كما نص العلماء في مختلف المذاهب وفي مختلف العصور في أهم جهة، فأهم جهة يقع في هذا الجهاد هي تحرير المسجد الأقصى. فلذلك الجهاد الواجب على المسلمين الذي هو ذروة سلام دينهم وهو فريضة عليهم، ويجب عليهم جميعا أن يفكروا فيه وأن يبذلوا فيه جهودهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يغزو أو يحدث به نفسه مات ميتة جاهلية. وهذا الغزو أهمه تحرير المسجد الأقصى والسعي للرباط فيه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يجرى عليه عمله ويأمن البتة. يجرى عليه عمله معناه يكتب إذا جاء الصيام من الصائمين، وإذا جاء القيام من القائمين، وإذا جاء الحج من الحاجين، وإذا جاء وقت الصدقة من المتصدقين، وهكذا في كل الأمور. فتجرى عليه وهو في قبره ميت، يجرى عليه عمله ويأمن البتة ويأمن فتنة القبر. ولذلك من واجبات المسلم في أي مكان كان وفي أي مستوى كان أن يبذل جهده وما يستطيع في تحرير من أجل تحرير المسجد الأقصى ومن أجل المشاركة في هذا الجهاد المقدس. ويجب عليه في ذلك أن يكون عونا لإخوانه المرابطين المحافظين على المسجد الأقصى وعلى المرابطين في هذه المدينة المقدسة، لأن الغازين المحتلين من الصهاينة الغاصبين إنما يريدون مكاثرة سكان المدينة حتى تكون لهم الأكثرية والأغلبية فيها، ويريدون التقاسم المسجد الأقصى مع المسلمين في البداية، فيريدون التقاسم الزماني ثم بعد ذلك التقاسم المكاني كما فعلوا بمسجد خليل الرحمن عليه السلام، وبعد ذلك يريدون هدمه والسيطرة المطلقة عليه. فإذا عرفنا نواياهم وعرفنا ما يريدون وعرفنا مؤامراتهم وخططهم، فلا بد أن نكون لهم بالمرصاد وأن نقف في وجوههم وأن نفشل هذه الخطط كلها، ومنها صفقة القرن، ومنها جعل القدس عاصمة للصهاينة، ومنها ضم الضفة أو المغتصبات فيها، وغير ذلك من المؤامرات الكبيرة التي تأتي بالتدريج واحدة بعد واحدة. فيجب على المسلمين في كل بلد وفي كل مكان وكل على حسب مستواه أن يكونوا لهم بالمرصاد وأن يجاهدوا وأن يصرفوا كل هذا الكيد عن مقدساتهم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى وتعهد بوجود المقاومة والجهاد الدائم إلى يوم القيامة ضد اليهود ومخططاتهم. فلذلك المقاومة اليوم في فلسطين هي آية من آيات الله وعقيدة من عقائد المسلمين، صرح الله بذلك في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. حتى لو حرر المسجد الأقصى وحرر كل فلسطين ستبقى المقاومة في الأماكن الأخرى التي يعتدي فيها اليهود على الناس، فهي إلى يوم القيامة باقية خالدة إلى يوم القيامة في أي مكان كانت. وقد تفضل الله على المسلمين عندما أراد أن يمتحنهم ويبتليهم بهذا السرطان الضار الذي هو الكيان الصهيوني، لما أراد أن يمتحنهم به لم يزرعه في طرف من الأطراف حتى ينسى ذلك الطرف، كما نسيت الأندلس الصقلية وجزر الملوك في شرق إندونيسيا، بل زرعه في قلب الأمة وفي وسطها وفي عاصمتها الدينية وفي وسط مقدساتها. والشام عاصمة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاء الرباط فيه كذلك إلى يوم القيامة، وبيّن فضله وفضل أهله. فلذلك زرع الله هذا السرطان في هذه الأرض المباركة وفي هذا الشعب القوي الجبارين الأقوياء. ف
فالجبار وجذع النخلة القوي كما قال الشاعر وجنة ما يذم الدهر حاضرها جبارها بالندى والحمل محتسم. وهذا الشعب لو أن شعبا سواه عانى ما عانى لذل وخنع ولاستسلم وانصاع، ولكن هذا الشعب بقي مقاوما صامدا لا يضره تخاذل المتخاذلين ولا استسلام المستسلمين، حتى لو كانوا من أفراده فاستسلامهم ومعاهداتهم وتنازلاتهم وتنسيقهم الأمني وخداعهم لا يضر هذا الشعب المرابط المجاهد شيئا ولا ينقص من حدته وشوكته على أعدائه. كل يوم يضحي هذا الشعب ويبذل، بالأمس كانت العملية التي سمعتم بالدعس والطعن، وستبقى بعدها وقبلها العمليات المستمرة إن شاء الله حتى تتحرر الأرض والمقدسات. وإن هذا الشعب وجود هذا الشعب في هذا المكان إذان بالمقاومة الدائمة، لأن هذا الشعب لا يعرف الخنوع ولا المذلة. شرف الله سبحانه وتعالى بأن جعل الشهادة في سبيل الله أمنيته، وأن جعل الجهاد سبيله، وأن هيئه هذه التهيئة الكاملة رجالا ونساء كبارا وصغارا للمقاومة والجهاد. فهو عقيدة وتربية يتربى عليه الصغار ويموت عليه الكبار، يعتقده الجميع ويقومون به، ولا يعدون مالا ولا ولدا إلا بالجهاد والمقاومة. فكل ما يربون من الأولاد وكل ما ينتجون من الأموال وكل ما يجمعون من التجارات وغير ذلك كله حاضر في أذهانهم أنه لقصد المقاومة والجهاد وقصد تحرير الأرض وحماية الأرض، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى قواهم بأن جعل هذا المكان غير قابل للتفاوض ولا للنسيان أبدا. فالمسجد الأقصى ليس من حق، حتى لو قدر أن دولة فلسطين تنازلت عنه أو أن العالم كله تنازل بتنازل حكام العرب عنه ووقعوا على صفقة القمع، فإن ذلك غير ملزم للأمة الإسلامية ولا يغير شيئا من الحقيقة التاريخية ولا من الحقيقة الواقعية. فهذه الأرض أرض إسلامية وستبقى أرضا إسلامية، وهذا المسجد مقدس من مقدسات المسلمين، وهذه المدينة كلها كذلك مقدس من مقدسات المسلمين وستبقى كذلك إلى يوم الدين. ومنها تنطلق الفتوح ومنها تفتح روما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذه الأرض المباركة المقدسة يجب أن تكون في كيان المسلم أيا كان وفي أي زمان وفي أي مكان كان، وأن يعتقد أن لها حقا في ماله ووقته وتفكيره وجهده ولسانه، وأنه يجب عليه أن يبذل هذا الجهد ولا يمن بها على أحد، وليس دعما للفلسطينيين وليس مساعدة تكون من ورائها منة، بل هو فريضة واجبة على كل فرد. والفلسطينيون المجاهدون المرابطون جزاهم الله خيرا هم الذين فتحوا لنا الطريق وهم الذين ساعدونا على القيام بهذه الفريضة وفتحوا لنا المجال فيها، فيجب السعي لتمكينهم في المدينة وإبقائهم فيها وفتح المجال أمامهم للدفاع عن يعني المسجد الأقصى، فهم رأس الحربة وهم الصف الأول للدفاع. ولذلك اليوم بوجود هذا الوباء الذي تعطلت به المصالح كلها وتوقفت به التجارات والمصانع والإنتاج أيا كان، لا بد أن يكون من مال هذه الأمة نصيب لسكان هذه المدينة يعينهم على الاستمرار في رباطهم المقدس. لا بد أن يكون من الأمة من ينفق على كل المرابطين في المسجد الأقصى، وأن تكون لهم رواتب واجبة في أعناق الأمة وفي خزائنها. يجب على الدول الإسلامية أن تبذل لهم ذلك، وإن قصرت فيه وجب ذلك على الشعوب وهو واجب على التجار، وهم أولى بالزكاة ممن سواهم. فسهموا في سبيل الله، وسهم الفقراء، وسهم المساكين، وسهم الغارمين، وسهم العاملين عليها، وسهم أبناء السبيل، كل هذه السهام موجودة لديهم في المدينة المقدسة وفي كل أرض فلسطين. كذلك لا بد أن يعلم العلماء أن عليهم أن يكونوا توعية للأمة وتعليما لها
ولسانها الناطقة بالحق، وأن يبينوا لها هذا، وأن لا يخافوا بالله لومة لائم، وأن لا يخافوا من أي عدو، فالله أحق أن يخشى. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد رأيت بعض المغردين من أبناء المسلمين يخرجوا من البلاد الإسلامية فيأتي إلى الصهاينة ويعارقهم ويعاشرهم ويمازحهم ويصور مع رئيس وزرائهم الخبيث النتن الخائن الغاصب ومع غيره من أفراد العصابة عصابة اللصوص، ويعلن ذلك وينشره متبجحا به، ثم يعود إلى داره سالما غانما آمنا، لا تتعرض له حكومة ولا يتعرض لمساءلة ولا أي أذية. بينما في المقابل إذا تكلم أحد في بلاد المسلمين بالحق الواجب الذي لا يقبل النقاش ولا التنازل، وهو عقيدة المسلمين في بواطن قلوبهم وسويداء قلوبهم، يتعرض للمساءلة والإهانة والبص، وربما تعرض أيضا للمحاكمة والقتل، ولكن لا يسقط ذلك الحق على العلماء، فالعلماء بينهم وبين الله بيعة وعهد، وأرواحنا رخيصة في سبيل حق الله سبحانه وتعالى والوفاء له بما عاهدنا عليه. فلا بد أن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف بالله لومة لائم، كما بايعنا على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف بالله لومة لائم. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى توعد المستسلمين الخانعين التاركين للجهاد المسارعين في أعداء الله، توعدهم بأنه سيذهب بهم ويأتي بقوم آخرين ليسوا كذلك، فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصبوا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا بد أن يكون للعلماء مواقف ناصعة واضحة ناصحة مبينة للحق، وأن لا يخافوا بالله لومة لائم، وأن يعلموا أن آجالهم قد كتبت، وأن أعمارهم قد قدرت، وأن أرزاقهم قد كتبت، وأنهم لن ينالهم إلا ما كتب عليهم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لإمام العلماء عبد الله بن عباس فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا بد كذلك أن يكون لفرسان الإعلام والأقلام والكاميرات ووسائل التواصل حظهم من الدفاع عن هذه المدينة وعن هذه المقدسات وعن هذا المسجد المبارك وعن هذه الأرض كلها، وأن يبينوا للناس أن هذه الأرض ليست أرضا يمكن قسمها بين دولتين أو يمكن التنازل عن بعضها، فهي وقف من عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة الكرام على المسلمين إلى يوم القيامة. المسلمون فيه سواء، الأجيال التي لم تولد والأحياء كلهم مشتركون فيه،
شرقيهم وغربيهم عربيهم وعجميهم كلهم له حظ من هذا الوقف، وليس لأحد أن يتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين كلها من بدايتها إلى نهايتها من جنوبها إلى شمالها. ولو وقعت كل الاتفاقيات واتفق العالم كله على بيع هذه الأرض أو على التنازل عن أي جزء منها أو على حل الدولتين أو على غير ذلك من الحلول، فإن ذلك لا يغير شيئا من حكم الله. لا بد أن يكون فرسان الإعلام صرحاء في هذا الباب وأن يبينوا هذا الحق وأنه هو موقف هذا الدين. فمن كان يؤمن بهذا الدين ويؤمن بصدق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويعلم أن هذا الدين حق وأنه خاتم الديانات كلها، فهذا هو موقف الدين وها هو واضح لا لبس فيه ولا خفاء. ومن كان يريد أن يأخذ بعضه ويترك بعضه فقد تخلق بأخلاق اليهود واتبع ما كانوا يفعلونه في مؤامراتهم، فإنهم قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وقد رد الله عليهم ذلك فقال سبحانه وتعالى ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فهذا السبيل المعوج مختص باليهود، فهم الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ولا يمكن أن يكون المسلم قابلا لذلك، بل لا بد أن يستسلم استسلاما كاملا للشرع كله وأن يؤمن إيمانا كاملا بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأن يقدس كل مقدسات المسلمين دون استثناء، فلا فرق بين الحرم المكي والحرم المدني والمسجد الأقصى، كلها مقدسات قدسها الشرع وعظمها ورفع شأنها وبارك الله فيها وجعلها أوقافا خالدة للمسلمين تالدة إلى يوم القيامة. فلا بد أن يكون هذا الموقف واضحا جليا كالشمس في رابعة النهار. لا بد كذلك أن يدرك التجار الذين ينمون أموالهم ويسعون لجمع المال أنهم منطلقون من هذه الدار لن يصحبوا إلا أكفانهم وسريعا ما تسلم منهم تحت الأرض، وأنهم من الواجبات عليهم أن يبذلوا جهودهم وما يستطيعون من أموالهم في سبيل تحرير المسجد الأقصى والأرض المباركة وفي سبيل تثبيت أهله فيه وتثبيت المجاهدين فيه وتثبيت المرابطين والمرابطات فيه وتثبيت أهل كل المدينة أهل كل مدينة القدس شرقيها وغربيها. لا بد أن يثبت فيها المسلمون من السكان الأصليين من الفلسطينيين، ولو استطعنا أن يصل إليهم من سواهم من المسلمين أيضا من أنحاء العالم فهي دارهم جميعا والوقف وقفهم جميعا. ولكننا تحت هذا الاحتلال نفتي بأن من كانت دولته مطبعة فيشرع له أن يأتي، ومن لم تكن دولته مطبعة فلا يشرع له التطبيع ولا يمكن أن يقبل منه. وزيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال حينئذ تنقسم إلى قسمين، ما كان منها من دولة في الأصل مطبعة فهذا مطلوب ويثاب عليه صاحبه وأجره عظيم، وبالأخص إذا كان ساعيا لتثبيت أهله فيه وتثبيت المرابطين والمرابطات، وأن يكون هو مرابطا ولو بجزء من نهار بما يستطيع. وأما الدول غير المطبعة فإنه لا يقبل من رعاياها ذلك، لأن ذلك فتح لباب من الصعوبة بمكان أن يسد بعد أن يفتح، فلا بد أن يكون المسلمون على ذكر من كل ذلك وعلى وعي به وعي كامل به. ولا بد أن ندرك أن الأوضاع تختلف شدة ورخاء باختلاف الأحوال، وهذا الحال الذي نحن فيه الآن يجمع بين كونه باستقبال شهر رمضان المبارك شهر العطاء والكرم شهر الانتصارات، أول الانتصار على النفس والانتصار على الشيطان بتصفيد مردته مردة جنوده والانتصار على الأعداء أيا كانوا. وفيه كانت معاركنا الفاصلة مع أعدائنا ابتداء من غزوة بدر إلى يوم القيامة، وكذلك في وقت وجود هذا الحجر الصحي الذي قطع الطرق وقطع الأسفار وأغلق المحلات وقطع وسائل العيش وسائله. فلا بد أن يدرك الناس أن عليهم أن يبادروا وأن يقدموا وأن يكون ذلك
نابعا من قرارة أنفسهم ومن رضاها ومن مبادرتها، لا ينتظروا أبدا أن يسألهم أحد من أهل فلسطين أن يدعموه وأن يساعدوه، لا ينتظروا أن يسألهم المرابطون والمرابطات في المسجد الأقصى دعما ولا مساعدة، بل لا بد أن يدركوا أنهم أصحاب المبادرة وعليهم أن يبادروا وأن يبذلوا ما يستطيعون وأن يخترقوا هذا العزل وهذا الحصار المضروبة على نقل الأموال. لا بد أن يدركوا أن عليهم أن يكتشفوا الطرق التي يوصل بها المال إلى مستحقيه وأن يؤخذ من حله ويوضع في محله. لا بد أن يدركوا أن إخوانهم في غزة وفي غيرها من المدن الفلسطينية أنهم في كرب شديد، وأن على المسلمين أن يقفوا معهم وجوبا، وليس لهم أن يسلموهم ولا أن يخذلوهم. فالمسلم وأخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله. كذلك الفلسطينيون في الشتات في المخيمات في لبنان وفي غيرها، لا بد أن يدرك المسلمون سواء كانوا في لبنان أو في غيره أن حقوق هؤلاء عظيمة، وأن لهم حق الضيافة وحق الجوار وحق الأخوة في الإسلام وحق أنهم تحت هذا الحصار وهذا البأس وقد أخرجوا من ديارهم وأموالهم في سبيل الله، فحقوقهم على الأمة كبيرة جميعا. لا بد أن يستشعر الحكام وبالأخص حكام العرب أن الأموال التي تحت أيديهم ليست لهم، وأنهم منطلقون اليوم أو غدا، وأن الحساب عسير إلا على من يسره الله له، وأن عليهم أن يبذلوا وأن يقدموا من مال الأمة لأهم جهات الأمة. فالمال الذي يحوزه حاكم أي دولة إسلامية، ما تملكه أي دولة إسلامية سواء كان في صندوق السيادة أو بغيره، ليس ملكا لسكان تلك الدولة وحدهم، بل هو ملك للأمة الإسلامية، فالأمة ذمتها واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة. فالنفط ملك لكل المسلمين، النفط الذي في البلاد الإسلامية ملك لكل المسلمين، والغاز ملك لكل المسلمين، الغاز الذي في البلاد الإسلامية، والذهب وكل المقدرات وكل الخيرات التي جعل الله في الأرض الإسلامية هي ملك لكل المسلمين، ويجب أن يشرك فيها بالضرورة وبالبداءة وبالمنطلق المسجد الأقصى ومدينة القدس وما حولهما من أرض فلسطين المباركة. لا بد أن يدركوا أن هذا فرض واجب وليس الإنسان فيه بالخيار. رأينا ما بذلته دولة قطر، وكذلك رأينا ما يبذله بعض الأفراد، فجزاهم الله خيرا على ما بذلوا، ونسأل الله أن يوفق قطر دائما لأن تكون في الصدارة وأن يكون جهدها مباركا نافعا. كذلك ما يبذله الأتراك جزاهم الله خيرا، ونسأل الله أن يوفقهم ويسددهم وأن يعينهم. هذا جهد واجب، لكن ينبغي أن يكون هؤلاء أسوة صالحة وقدوة حسنة للأمة الإسلامية كلها. لماذا لا تنافسهم الأمة وهي تنافسهم في الرياضة، تنافسهم في التجارة، تنافسهم في كل شيء؟ لماذا لا تنافسهم في البذل والعطاء وهو أشرف من كل هذه الأمور؟ تميز قطر وتركيا ليس بالتكنولوجيا أو بالرياضة أو إنما هو بما يبذلون في سبيل الله وبما يقدمون لأمتهم، فهذا الذي ينبغي أن ينافسوا فيه. ومن أراد أن ينافسهم وأن يتقدم ليرينا من نفسه خيرا وليبذل أكثر مما يبذلون أو على الأقل مثله، أو عليه أن يتذكر قول الحطيئة: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من النوم أو سد المكان الذي سد. إن هذه المريضة حتى لو قصر فيها الحكام لا يعفي ذلك التجار والأفراد والموظفين، كل على قدر طاقته في أي مكان من أنحاء العالم. على العلماء أن يبينوا ذلك، وعلى الصحابة أن ينقلوه، وعلى الناس أن يربوا عليه أولادهم وأن يعلمه الكبار والصغار. علينا جميعا أن نجعله ثقافة ووعيا مجتمعيا يشمل كل أفراد المجتمع. علينا أن نتعرف على هذه الأرض المباركة، لأن التعرف هو أساس المحبة، فلا يمكن أن يحبها الإنسان ما لم يعرفها.
ولسان الذي يعرفها ويعرف تاريخها ويعرف الذين بذلوا دماءهم فيها لله جل جلاله وقامت بنصر الله أنصار دينه وبيعت من الله النفوس النفائس الذين رووا هذه الأرض بدمائهم من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان ومن قادة الأمة على مر العصور لا بد أن تعرفهم الأمة وأن تبقي لهم ذكرهم ومجدهم. فتعرف الأمة عليهم يقتضي محبة لهذه الأرض. إذا ذكر الناس قوافل الشهداء حتى في زماننا الحاضر الذين استشهدوا في هذه الأرض مثل العلامة عز الدين القسام السوري ومثل الشيخ المجاهدين الشيخ أحمد ياسين ومثل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي وغيرهم من كبار الشهداء الذين لهم أثرهم كبير على الأمة. ولا شك أن هذه هي الزعامة التي ينبغي التنافس فيها، فهي الزعامة التي لا تنقطع. الزعامة الأخرى يمكن أن يتقدم الإنسان بسلطان أو بمال أو بجاه، ولكن سرعان ما يزول ذلك، فإذا لم يستغل له بما يرضي الله سبحانه وتعالى كان وبالا عليه وحسرة ولم يكن له فائدة ولا أثر. لكن السلطان الباقي والذكرى الدائمة هو ذكر هؤلاء الشهداء الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم لله سبحانه وتعالى، فبقي لهم الذكر الخالد والمجد التليد الباقي. وهذا المجد الرفيع هو الذي ينبغي أن ينافس عليه الناس، وهو الزعامة الحقيقية. وقد أحسن الشاعر الفلسطيني في غذائه لعز الدين القسام رحمة الله عليه حين قال: إن الزعامة والطريق مخوبة غير الزعامة والطريق أمام. فلا بد لمن يريد المنافسة ويريد أن يكون له ذكر أن يكون من المنافسين لهؤلاء الزعماء ولهؤلاء الأبطال الذين ضحوا وبذلوا، فبهذا يتحقق له الخير والذكر الدائم الباقي حتى بعد الموت. لا بد أن نتذكر أن الشهداء لم يموتوا، وأن الله منع إطلاق الموت عليهم، فقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهنا قال: ولا تحسبن، فنهانا عن مجرد ظن ذلك بهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ثم صرح بالمفهوم فقال: بل أحياء، أي بل هم أحياء، وحذف المبتدأ دليل على قوة الإسناد، بل هم أحياء. ما هي هذه الحياة؟ سيسأل الإنسان فيقول: كيف حياتهم بين الجنادل والتراب في المكان الموحش المظلم؟ فقال: ليسوا هنالك عند ربهم، مكان رفيع، أربع مكان يمكن أن يحله الإنسان أن يكون عند ربه. ثم يقول الإنسان: ما هي حياتهم؟ هل هي الأرواح والأجساد أم هي الأجساد فقط؟ فقال، بيّن أنها الأرواح والأجساد معا، فقال سبحانه وتعالى: يرزقون فرحين، يرزقون هذه حياة الأبدان، فرحين هذه حياة الأرواح، بما آتاهم الله من فضله، ولا يفرحون بما أنجزوا ولا بما بذلوا ولا بما قدموا، بل يفرحون بأن الله خصهم بذلك وأعطاهم إياه ووفقهم له بما آتاهم الله من فضله. أيضا لم تنقطع عنهم لذة الانتصار ونشوة النصر، فإذا فتحت هذه الأرض المباركة إن شاء الله، ونسأل الله أن يكون ذلك قريبا، وحرر المسجد الأقصى وما حوله، فإن نصيبهم من ذلك يصل إليهم في قبورهم بالتقارير الصادقة يحملها الملائكة الكرام. فلذلك قال: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وهم نحن الذين على آثارهم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي ما داموا على طريق الحق مستمسكين بالعروة الوثقى سائرين على الطريق لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم. على أحاديث الشهادة وفضل الشهداء وهذه البشارة الطيبة للذين لم يلحقوا بهم، شيخنا لو نفتح المجال لبعض الأسئلة وبعضها يحمل طبعا فقهيا، نتمنى أن يسعنا الزمن القليل الباقي للإجابة عليها، فهل تأذن لنا شيخنا أن نقدم لكم بعض التساؤلات على أن تكون إجابات مركزة؟ طبعا فضيلة الشيخ تحدث في كلمته الطيبة عن واجب الأمة
وفصل عن واجب الخطباء ثم فئة التجار ثم فئة الإعلاميين، وذكر أن الإنفاق والتبرع لأهل القدس ليس نافلة ولا تبرعا، بل هو واجب جهادي مفروض على الأمة. وفصل أن الزكاة تنفق على هؤلاء من عدة أوجه، كما ذكر أن لهم وللمسجد الأقصى حقا في مال كل دولة، وأن المسلمون ذمتهم واحدة ودينهم واحد، وأنهم يشتركون حتى في نفط الدول، وأن هذا واجب شرعي. وشدد فضيلة الشيخ على حرمة التطبيع بمختلف صوره باستثناء تفصيلات معينة ذكرها، وحدث في الختام عن فضيلة الشهادة ومكارمها وأنهم أحياء. شيخنا الفاضل، السؤال الأول: حكم نقل الزكاة من قطر لقطر لإغاثة القدس وأهل بيت المقدس. بارك الله فيكم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح ليأتيه بزكاة أهل البحرين فنقلها إليه إلى المدينة، وأرسل معاذ إلى أهل اليمن وأمره أن يوسع زكاتهم بينهم، فوسع بعضها وأتى ببعضها، ولم يزل الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين يأتون بالزكوات من الأماكن النائية البعيدة إلى المدينة وكذلك فيما بعد. فإذا وزع بعضها على الفقراء في بلدها فلا حرج في نقل سائرها، ويكون ذلك أفضل إذا كان المقول إليه أحوج أو كان أهم من ناحية الشرع. فالزكاة ليست ملكا لنا حتى نتحكم فيها، وإنما هي جزء استثناه الله من أموالنا، ولم يكن قسمته إلى نبي مرسلين ولا إلى ملك مقرب، بل تولى قسمته بنفسه فجعله بين ثمانية أصناف بينها بآية التوبة. وهذه الأصناف ستة منها موجودة الآن وكلها مستحق، وصفان لا يوجدان الآن. والله يحفظك. شيخنا، ما حكم الاستعجال بإخراج الزكاة نتيجة انتشار هذا الوباء أو لدعم مشاريع الرباط العاجلة؟ إخراج الزكاة قبل وقتها والتبكير بها. بارك الله فيك. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من العباس بن عبد المطلب زكاته سنتين لتجهيز جيش، وقال هي علي ومثلها معها. وقد نص أهل العلم على جواز تعجيل الزكاة للحاجة، والحاجة ليست فقط الحاجة العادية، بل نحن الآن أمام ضرورة، والضرورات أصلا تبيح المحظورات، فكيف بما هو جائز؟ نعم شيخنا، قاعدة فقهية تقول أن الإنفاق لا يحتمل التأخير، فهل من تطبيقات على قضايا الإنفاق في بيت المقدس تنوروننا بها؟ بالنسبة للمقصود أن الإنفاق الواجبة حق تعلق بالذمة، والذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به، فيجب على الإنسان أن يبادر إليه وأن لا يتأخر عنه، وكفى بك إثما أن تضيع من تعول. فلذلك أوجب الله علينا السعي لتحرير المسجد الأقصى وتثبيت أهله فيه والوقوف معهم، وحرم علينا خذلانهم وإسلامهم لليهود، وأوجب علينا أن نبذل في ذلك ما نستطيع، وما نستطيعه أساسه وأهمه وما يبذل من المال، فلذلك ليس لنا التأخر عن ذلك، ويجب علينا أن نبادر إليه. وأيضا عوائد الدهر آتية، والإنسان يمكن أن يكون يفكر في أن يقدم شيئا فيموت أو يجاح ماله قبل أن يفعل، فعليه أن يبادر قبل أن لا يجد سبيلا إلى ذلك. وهذا ما أرشد الله إليه بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، ما رأيكم بفكرة تفعيل فكرة الأوقاف لخدمة بيت المقدس، لأن المعركة دائمة والاحتياج مستمر إلى أن يأذن الله عز وجل بالتحرير، فأن تقام أوقاف في بلاد المسلمين ويصرف ريعها على مشاريع الرباط والجهاد في سبيل الله ودعم المرابطين من باب تسبيل الثمرة وحبس الأصل وبقائه؟ بارك الله فيك. الوقف
الراجح أنه خاص بهذه الأمة شرفها الله به، وقد نقل ذلك النووي عن الإمام الشافعي. وقد قال جدي رحمه الله: النووي الوقف عن الإمام الشافعي اختص بالإسلام، ولا يرد ذا بحفر زمزم ولا بناء الكعبة المعظم، إذ لم يقع تبررا بل فخرا، وإنما الوقف لقصد الأخرى. وهذا الوقف اختلف هل ينقل الملك أم لا، فذهب الحنفية إلى أن الوقف ينقل الملك إلى الله سبحانه وتعالى، فالوقوف ملك لله، ولذلك لا تجب فيه الزكاة عند الحنفية. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الوقف ينتقل ملكه بالوقوف عليه فيكون هو المالك، ولذلك تجب عليه الزكاة، هو له ولاية النكاح إذا كان الوقوف عامة مثلا. وذهب المالكية إلى أن الوقف لا ينتقل ملكه بل يبقى ملكا للواقف إلى يوم القيامة حتى لو مات. واستدلوا بما أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. والصدقة الجارية هي الوقف الدائم. والوقف له فوائد كثيرة، منها أن ريعه مستمر دائم وأن نفعه أبدي. ولذلك وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف خلفاءه الراشدون وأصحابه الكرام. والوقف يشمل وقف العقار ووقف المنقولات ووقف التجارات. فوقف العقار هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، ووقف المنقولات والحيوانات هو مروي عن بعض أصحابه، فإنه قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وخيله في سبيل الله. وهذا يشمل وقف المنقول ووقف الحيوان، أدراعه هذا من المنقول وهو السلاح، وخيله هذا من وقف الحيوان. والوقف سد للأمة مسدا عظيما في طلب العلم وفي الجهاد وفي إقامة المدارس وفي إقامة المستشفيات وفي إقامة السدود وفي بناء القناطر على الأنهار وغير ذلك من محتاجة إليه الأمة من تاريخها. فكان الوقف رافدا للأمة كلها من الناحية الاقتصادية، يكفل به الأيتام، تسد به حاجة الفقراء والأرامل والأيامى، تبنى به المساجد، تجرى منه الأنهار والطرق إلى غير ذلك. والدولة الحديثة من مظاهر فسادها ما وقعت فيه من تأميم الأوقاف، كما أمم عبد الناصر أوقاف الأزهر وكثيرا من الأوقاف في مصر، فكان ذلك ظلما وعدوانا ليس للجيل الحاضر فقط، بل للأجيال الماضية للواقفين وللأجيال اللاحقة كذلك. ولا شك أن الوقف سيكون رافدا مهما في قضية فلسطين وفي الدفاع عن المسجد الأقصى وفي تثبيت أهله فيه، فلذلك هو مطلوب طلبا خاصا، وهو امتداد لعمر الإنسان وامتداد لنفقته، تجري عليه النفقة وهو في قبره وأرباحه مصونة له. وكما ذكرت أو أشرت إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحبس الأصل وأن يسبل المنفعة الثمرة، فكذلك هذا الوقف سيكون أصله باقيا ويكون ريعه ومنفعته موزعة على مصارفها التي تحتاج إليها، وأهمها ما ذكرنا في تحرير المسجد الأقصى وتثبيت أهله فيه. ووقف الأمة القائم الآن في تركيا مثال على هذا، وكذلك وقف فلسطين في الجزائر. فهذه أوقاف مهمة ولا بد من زيادتها، ولا بد أن يحذو أهل كل بلد حذو الجزائر وتركيا وأن يقيموا أوقافا للأمة. طبعا وقف الأمة في تركيا ليس خاصا بالأتراك، بل هو مبادرة قام بها عدد من المضحين في هذه الأمة وجمعوا من كل أنحاء العالم من تركيا وغيرها حتى أقاموا هذا الوقف. ولكن الوقف الذي في الجزائر هو فعلا من الشعب الجزائري، وشاركت فيه الدولة الجزائرية بالأرض، وهذا مطلوب من كل أهل دولة أن يكون لديهم وقف لتحرير المسجد الأقصى ولفلسطين، ويكون ريعه يصرف إلى هنالك بكل شفافية ووضوح، وأيضا بكل سيابية، لا يحتاج إلى تعقيدات ولا يحتاج إلى إجراءات طويلة، بل لا بد أن يكون ذلك منسابا وأن يكون واصلا إلى الأيدي المتوضئة الطاهرة الأمينة المستحقة له.
الله يوفقنا وإياكم بإذن الله. شيخنا في قوله عز وجل في سورة الإسراء تحدث عن البركة اللي حول المسجد الأقصى، وبعض أهل التفسير فهم شرحوا هذه البركة بالمفهوم المكاني، فذكروا المدن التي تشملها البركة. شيخنا، ألا تنصب ولا تصيب هذه البركة بالعاملين أيضاً للمسجد الأقصى باعتبار أنهم حول المسجد الأقصى يعيشون ويدندنون ويقضون أوقاتهم وجهادهم؟ نعم، هي البركة إذا كانت في الأرض والنبات والغذاء والهواء والماء فمن باب أولى انتفاع السكان بها، فهم أول من ينالوا من هذه البركة وتصل إليهم. والأرض بيّن الله أنها مباركة من حوله، فإن الله قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، فهذه الأرض الشام كلها مباركة بهذه البركة التي بيّن الله في الكتاب. بارك الله فيكم شيخنا. ختاما نصل إلى كلمات توجهونها إلى المستمعين. أول كلمة، كلمة إلى المغاربة وحضرتكم من هذه البلاد الطيبة، بلاد المغرب العربي الكبير، وأنا كما تعرفون شيخنا أنا للمغاربة جهدا وجهادا في دحر الصليبيين مع الناصر صلاح الدين الأيوبي، ولهم أوقاف وحارات هناك سلبت ونهبت، فكلمة توجهونها إلى أحبابك في بلاد المغرب الكبير. أحيي بلدان المغرب الإسلامي وأحيي فيهم تضحيتهم من أجل الأمة، وأذكرهم بأن عليهم أن يبذلوا جهودهم في تحرير المسجد الأقصى كما كان آباؤهم يفعلون. فعلماء المغرب من أمثلتهم الشيخ البندلاوي الذي استشهد على مشارف المسجد الأقصى في المكان الذي يسمى اليوم بجبل أبي غنيم وهو يجاهد عن المسجد الأقصى، وحارة المغاربة اقتطعها صلاح الدين للمجاهدين الذين جاءوا من دول المغرب، وتضحيتهم وبذلهم في ذلك معروف في التاريخ، فلا بد أن يصدقوا هذا التاريخ بالواقع. وقديما قال الشاعر: وإن غاب عنك أبو ابن لم يغب فلمن يبدو لنا إنما يبدو لنا غيبه. فلا بد أن يكون الأبناء مقتدين بالآباء وأن يسلكوا طريقهم، ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. فلا بد أن يكون لهم هذا الدور الذي قام به الآباء وأن يبذلوا جهودهم في ذلك. فلذلك لا بد أن يتذكر أهلنا في ليبيا وفي الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي موريتانيا وفي شمال مالي وفي الصحراء وفي كل هذه البلاد أن آباءهم دافعوا عن المسجد الأقصى وبذلوا جهودهم في سبيل تحريره من الصليبيين، وأن فتوح تلك البلاد أيضا جاءت من هذه البلاد. فموسى بن نصير وكذلك عقبة بن نافع رضي الله عنه إنما خرج من بلاد الشام وفتحوا تلك البلاد كلها، وكذلك طارق بن زياد مولى موسى بن نصير فإنما هو تابع لمولاه وهو موسى بن نصير. فلا بد أن نستشعر أن نرد هذا المعروف إلى أهله وأن نبذل جهدنا في سبيل تطهير المسجد الأقصى وتحريره، ولا بد أن نتذكر أن الجروح كثيرة ولكن لا تشغلنا عن جرحنا النازف الأول. مهما قامت المؤامرات على ليبيا وأريق من الدماء الطاهرة في أرضها وتآمر عليها الأقربون والأبعدون وقصفت مدنها، فإن ذلك لا يعني الليبيين ما عليهم من الحقوق للمسجد الأقصى ومدينة القدس، وهكذا أيضا الحقوق التي على إخواننا في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي موريتانيا وفي شمال مالي وشمال النيجر وتشاد من ما عليهم من الحقوق في تطهير المسجد الأقصى باق، وما هم فيه مما ابتلوا به لا يشغلهم عن الجرح الأول وعن الأهم، فالأهم مقدم على ما سواه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم أجمعين ما يبذلون. آمين. الكلمة الثانية والأخيرة شيخنا إلى أبنائك وإخوانك في مؤسسة منبر الأقصى الدولية، وقد تشرفنا بالتشارك معكم شيخنا
في مجموعة من البرامج والنشاطات والمؤتمرات كلمة توجهونها لهم ولكل العاملين للقدس والأقصى من الجمعية. إخواني في جمعية منبر الأقصى، إنما تبذلون من جهود يمكن أن يجري الله به حياة في أرواح كثير من الموتى، وإنما تقدمون من برامج يمكن أن ينشر الله بها كثيرا من النواة، فلذلك لا تيأسوا ولا تقنطوا وضاعفوا جهودكم، فإن الله سبحانه وتعالى سينفع بها. وهذا الزمان العمل الإعلامي فيه أهم من العمل القتالي المباشر، فالإعلام يفعل به لا عجيب ويحسم الحروب ويجمع الأموال وتسترد به الحقوق، فلذلك لا بد أن تبذلوا جهودكم وأن تضاعفوها وأن تتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وأن تستغلوا كل مجال متاح وألا تضيعوا أي فرصة سانحة للوصول إلى هذه الأهداف التي رسمتم لأنفسكم، وهي أهداف مباركة نبيلة سامية سامقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يؤيدكم بنصره وأن يعينكم وأن يجري على أيديكم منافع المسلمين وتحرير المسجد الأقصى، وأن يجمعنا إن شاء الله تعالى فيه في صلاة نصليها فيه لله جل جلاله وهو حر محرر قبل الممات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر المسجد الأقصى من رجز اليهود وأن يخرجهم من صاغرين مهزومين وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات. بارك الله فيكم شيخنا الإمام محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي، نيابة عن كل الحضور، نيابة عن كل المستمعين من مختلف دول العالم الإسلامي، أقبل يدكم وأقبل رأسكم إجلالا وتقديرا للدور الذي تقومون به في تعليمنا وفي تعليم الناس وفي خدمة الأقصى وقضايا الأمة جمعاء. فبارك الله فيكم شيخنا. أيها الحضور الكريم، طبتم وطابت مجالسكم، أسأل الله العظيم أن يوفقنا للعمل بما سمعنا وعلمنا. أذكركم في الختام أن مؤسسة المنبر أطلقت بالتشارك مع مجموعة من المؤسسات حملة إسعاف بيت المقدس، وسوف تجدون الروابط للمساهمة والمشاركة في صفحتنا، فمن لم يستطع أن يساهم فعليه أن يوصل صوتنا لمن يستطيع أن يساهم. الأمر الثاني وهو التطبيق الهاتفي، تطبيق نقرب فيه بيت المقدس وأخبارها لكل داعية وخطيب ولكل مهتم من عموم الأمة بقضايا القدس، تجدون رابط تحميله باللغة العربية على مختلف الأجهزة في صفحتنا في الفيسبوك أيضا. النقطة الثالثة، في بمناسبة شهر رمضان أطلقنا برنامجين. برنامج الأول كلمات منبرية تبث في مختلف شبكاتنا في التواصل الاجتماعي، يقدمه فضيلة الشيخ محمد أمارة المدرس في المسجد الأقصى والمبعد عنه. والبرنامج الثاني برنامج خواطر مقدسية، يقدمه الأستاذ ناصر الهدمي من القدس رئيس الهيئة المقدسية لمقاومة التهويد. هذه البرامج مدتها 3 إلى 4 دقائق فحسب، تبث بشكل يومي متتابع في شهر رمضان الفضيل على مختلف شبكاتنا، فتابعوها وشاركوها. ختاما نجدد شكرنا لمولانا وشيخنا الشيخ محمد الحسن على هذه الساعة الطيبة المباركة، ونتمنى له ولكل الحضور دوام الصحة والعافية، ورمضانكم كريم، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. حفظكم الله وسلمكم من كل وباء وداء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.